حد يدخل على حد كده من غير ولا يقول رايحم ولا دستور. طيب يلا ما علينا. السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ انا رجعت لكم، واي حد عنده اي رسالة وعايز يقول اي حاجة يكتبها لي تحت، ولو في حد عايز يتصل بيا او يكلمني يكلمني على الموبايل. اوه بس انا الشبكة عندي مش شغالة، يا خرابي، وكمان الموبايل اتكسر. انا اساسا معيش شريحة، الموضوع كبير قوي. يلا هبقى احكي لكم على الموضوع ده بعدين. يلا يلا بينا نتفرج مع بعض. UNHCR وكل مساعدة في لندن لضمان عثوري على بلد آمن يعيش فيه. أنا من المحظوظات، وأنا أعلم أن هناك بعض النساء الغير محظوظات اللاتن اختفين بعد محاولة هروبهن، أو اللاتن استطعن فعل أي شيء لتغيير واقعهن. عندما سمعت الأخبار من الـ UNHCR أن كندا قد اختيرت لتكون بيتي الجديد، فكل التوتر الذي شعرت به خلال الأسبوع الماضي اختفى. لم أكن أعامل باحترام من قبل عائلتي، ولم يسمح لي بأن أكون أنا أو من أريد أن أكون. كما تعلمون في المملكة العربية السعودية هذا هو الحال بالنسبة لجميع النساء السعوديات، باستثناء تلك المحظوظات بوالدين متفهمين. لا يمكن للنساء أن يكون مستقلات، وأن يحتاجن إلى موافقة ولي أمرهن الذكر على كل شيء. أي امرأة تفكر بالهروب أو أي امرأة هربت تكون عرضة للاضطهاد والملاحقة. أريد أن أكون مستقلة وأن أسافر وأن أتخذ قراراتي الخاصة بشأن التعليم والوظيفة ومن ومتى أتزوج. لم يكن لدي أي رأي في هذه القرارات، وأستطيع اليوم أن أقول بكل فخر أنني قادرة على اتخاذها كلها لوحدي. أنا ممتنة جدا لكل عروض الصداقة والدعم للحصول على السكن. أشكركم جميعا على التواصل معي وجعلني أشعر بالترحيب في منزلي الجديد. أتفهم أن الجميع هنا وفي جميع أنحاء العالم يتمنون لي كل الخير ويريدون متابعة أخباري. أريدكم أن تعلموا بأنني لن أقوم بإجراء المزيد من المقابلات الإعلامية في الوقت الحالي، وأضمن الجميع احترام رغباتي. أود أن أبدأ حياة جديدة عادية وخصوصية مثل أي شابة أخرى تعيش في كندا. لذلك سأبدأ في الحصول على مساعدة في عملية استقرار وبالطبع تعلم اللغة الإنجليزية. واليوم للسنوات القادمة سوف أعمل على دعم حرية المرأة في جميع أنحاء العالم، نفس الحرية التي حصلت عليها من لحظة وصولي إلى كندا. محدش ينسى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واللي هينسى بقى انتوا حرين، ما عنديش غير الخرزان. يلا بقى، باي باي.